مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في آخر موضوع لنا في هذه الحلقة. فلليوم الثاني لا تزال ميليشيا الحوثيين في الحديدة تختطف زوجة الشهيد عوض محمد جابر، أحد شباب ثورة فبراير الذي استشهد بانفجار قنبلة زرعت في دراجة نارية الأسبوع الماضي بتهمة اتهمته فيها الميليشيا بأنه حاول تفجير نفسه، وقامت باختطاف زوجته التي لا تزال حتى الآن والتي زالت في عدتها أو في عدتها، وهي أم لخمسة أطفال أكبرهم في الثاني الابتدائي. لتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الناشطة الحقوقية فاطمة علي. فاطمة أهلا في البداية، أهلا بك فاطمة. فاطمة نعم، في البداية نريد أن نعرف ما الذي جرى بالتحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جرى أنه بعد إشهاد الشهيد عوض محمد جابر بأسبوع، جاءت داهمة ميليشيات الحوثي وعفاش نزل زوجة الشهيد واختطفتها هي وشقيقته واقتادتهم إلى جهة مجهولة لا نعلم أين هي. نعم، كيف تمت العملية؟ هل جاءوا بأطقم؟ هل اقتحموا البيت؟ هل ماذا شاهد الجيران عندما جاءوا؟ حقيقة أخي أنه قد تعرضت الأسران لما لم يكن يتوقعه أهل الحي ولا أهل الحارة. داهمت الأطقم العسكرية المنزل وأخذت وروعت الأطفال وأخذت زوجة الشهيد وشقيقته بطريقة لا تليق بإنسان، لا تليق بآدمي، فما بالك أن تكون هذا الآدمي هو امرأة يعني. نعم، حدث هذا في تحدث هذا تحت شمس النهار، هل حدث هذا امام الناس جميعا؟ لا، امام الناس جميعا، الكل شاهد، اهل الحي جميعهم يشاهدون هذه الجريمه النكراء التي لم تطبقها العقل البشري يعني. نعم، ما الذي جرى لزوجها ايضا يعني قبل حوالي اسبوع او اقل من اسبوع؟ قبل اسبوع طبعا استشهد شهيد عوض محمد جابر بانفجار قنبله في زرعه في دراجته الناريه. تتهمه طبعا ميليشيا الحوثي كما ذكرتم في المقدمه بانه فجر نفسه. طبعا ميليشيا الحوثي وعفاش يعرفون تماما من الذي يفجرون انفسهم. والشهيد عوض رحمه الله عليه كان من الشباب المعروفين بالتزامهم وانضباطهم وتعاطفه بحب أهل الحي جميعا لهم. نعم فاطمة، من الملاحظ أن الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح ترتكب جرائم كثيرة في محافظة الحديدة، عمليات اعتقال، عمليات تصفية، عمليات اختطاف، لكن لم نكن نتوقع أن يصل الأمر إلى اختطاف زوجة، استشهد زوجها قبل أقل من أسبوع وهي أم لأطفال، وعملية سابقة من نوعها في المجتمع اليمني. لو ممكن ان تفسر لنا مثل هذه الحادثه، كيف تحصل في مدينه الحديده؟ طبعا هذه الحادثه يعني فوق ما يتخيله بشر، يعني فوق ما يتخيله الانسان. نحن في اليمن كنا نتشدد ونتفاخر بانه لا احد يختطف او يغتال او يطمع امراه سياسيه بسبب سياسيه او حقوقيه. هذه الميزه طبعا فقدناها. ميليشيات الحوثي وعفاش بدل ان تكشف الحقيقه عن اسباب وفاه زوجها، جاءت واختطفت زوجة الشهيد وشقيقته امام المراه ومسمع الناس وروعت اطفالها الذين لا يزالون يعني لا يزال اصغرهم الذي تجاوز العام. نعم يعني هذا امر يعني لن يقبله انسان، لن تقبله حرائر تهامة جميعهم، وكل يعني كل امراه في تهامة تعتبر هذه الجريمه انها ارتكبت ضدها وتنقف امام هذه الجريمه النكراء، وستكون هذه الجريمه حقيقه وصفه عار في جبين الخونة. من خلال منبركم ومن خلال قناتكم نناشد جميع نحن الحرائر ونحن النساء والاطفال في اتهام نناشد جميع المنظمات الانسانيه والحقوقيه ووسائل الاعلام والمسؤولين ورجال الدين. نعم فاطمه، في اخر سؤال، يعني انتم كناشطين حقوقيين ما الذي عملتم؟ هل تحركتم لتعرفوا أين أخذت، إلى أين أخذت بالتحديد، أو كيف هي صحتها، أو ما هو مصيرها؟
تحركت اكثر من مجموعه الى اكثر الشرطه والى الوكالات، لكن لا زالت ميليشيات الحوثي وعفار تخفي مكان احتجاز زوجك الشهيد رحمه الله عليه. نعم. ونحن لم نسكت ولم نترك حقنا، يعني هذه الجريمه تعتبر جريمه ضد كل امراه في اليمن، ضد نعم. كل امراه وعلى وجه الخصوص في تهامه. ونحن لم نسكت ولم ندع هذه الجريمه تمر مرور الكرام. اذا اشكرك. نعم. ان هذه الجريمه لن تنسى بالتقادم، لن تنسى بالتقادم. اذا أشكرك جزيل الشكر الناشطة الحقوقية فاطمة علي، كنت معنا في هذا المحور. واتصال آخر مع أمة الرحمن وهي أيضا ناشطة حقوقية. أمة الرحمن، في مثل هذا النوع من الجرائم، هل حدثت جرائم مشابهة لها من قبل في مدن ربما مختلفة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حرائر تهامة ينتبهون ما يحدث من هذا الامر المشين. كمثل هذا الامر يحدث لمنطقه مسالمه يعرض على اهل تهامه بالطيبه، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الين قلوب وارأس وافئده. انه يعني لشيء جدا مخزي ومنعار على كل اهل العرب وعلى اهل اليمن خاصه. نعم. يعني يحدث امر كهذا والكل يرى بهذا الخبر، يعني بعدم اي تجاوب واي تفاعل. من الخزي والعار ايضا انها امراه ذات 5 اطفال تحبس وتؤخذ الى اعتقال سياسي وهي لا شان لها نهائيا بالسياسه. على اي وجه حق تؤخذ هذه المراه وهي تملك 5 اطفال اكبرهم 7 سنوات اقلهم ما زال يرضى؟ نعم. اي جريمه هذه يرضى عنها العرب؟ أما الرحمن لم تجيبي على سؤالي. نعم. مناسب. نعم. تمام، يعني تفضلي في البدايه قولي مناشدتك. فمدينه الحديده مدينه المعروف عنها سلميه، مدينه تعرف بالهدوء وتعرف بطيبه اهلها. لم نسمع من قبل مثل هذه الجرائم الا في هذه الفتره فقط. هل هناك اعتداءات مشابهه يعني لنساء داخل محافظه الحديده أمة الرحمن؟ في منطقه الحديده كامثال هذه الحادثه حصلت، لكن في القرى حصلت في قريه من قرى الحديده. نعم. ما الذي حصل؟ وللاسف الشديد يعني ان ما حدث لزوجة الشهيد عوض من امر المشين حقيقه، يعني ان تؤخذ معتقلا من بيتها، طبعا مع العلم بانهم هددوا الاسره تهديد تام بعدم يعني الاخبار والاخفاء عن كل ما حدث لهم. نعم. انه يعني الامر هذا انا اناسب به كل حرائر تهامه، اناسبهم مناسبه حقيقيه. نحن لن نرضى ولن نسكت ان يظل الامر بهذا الخضوع وهذا الذل وهذا الهوان. الى متى سنظل بهذا الهوان؟ تؤخذ النساء في اي دين هؤلاء؟ نعم. إذا أنت تدعين إلى نعم أمة الرحمن، أنت تدعين نساء تهامة إلى الخروج ربما مظاهرة في مدينة الحديدة لكشف. نعم. نعم. نعم نعم أنا أدعو كل النساء إلى بأي وسيلة من الوسائل، وسيلة إعلامية، وسيلة في أي مكان، أدعوهم إلى الوقوف ضد هذا الأمر المشين، بحكم أنها امرأة تملك 5 أطفال لا شأن لها بالسياسة ولا شأن لها في الأمور هذه. في أي دين هم يملكون؟ بأي حق؟ بأي حقهم أساسا يملكون هذا في أي وجه عار؟ نعم. لا كان الرجال يتكلمون. نعم. وفي الحديدة فنحن النساء لسنا نتكلم. يعني الملاحظ، نعم، هناك تهم كثيرة تكيلها جماعة الحوثيين لأي شخص يخالفهم بالرأي. هذه المرة ما هو الاتهام الذي اتهمت به زوجة الشهيد؟ لا لا لا، بدون أي اتهام، أخذوها فقط لأنها زوجة الشهيد عوض، أكثر من ذلك ما نعلم عنه. هي امرأة مسالمة جدا، الكل يعلم انها امرأة مسالمة، هي ما زالت في عمر العشرينات، لم تبلغ من عمر الثلاثين، لم تكمل حتى 25 من عمرها. ما هو مصير اطفالها الان؟ اطفالها ما زالوا صغار. والله اطفالها يعني منهم الكبيرة ذات العمر 7 سنوات وهي مطروحة الفراش لانها رأت بأم عينيها الأم تجري شعرها، فهي كحالة نفسية متعبة جدا. طفلها الرضيع ما زال عمره 3 اشهر الى 5 اشهر، يعني تاتي بالاطفال الى البيت يفرضها ابنها ثم ياخذوها الى السجن. اي حكم هذا؟ اي دين هذا يعتبرونه؟
اي فرقه يقومون بها، وهم لا يعطون الحقوق لامراه ضعيفه. نعم أمت الرحمن، نعم الحوثيون يقولون بأنهم حين جاءوا إلى الحديدة نشروا الأمانة في المدينة ومنعوا كثير من الجرائم، وجاء رئيس لجنة ثورية إلى الحديدة وتصور هناك على أساس أنه نشر الأمانة في المدينة، هم يقولون ذلك. أي أمان يا أخي ونحن لنا سنوفي السنة الكاملة ونحن بلا كهرباء، أي أمان ونحن لنا في السنة سنوفيها ونحن بلا بترول ولا ديزل ولا غاز إلى الكفر. يجد بصعوبه ويؤخذ بصعوبه، الدوله المحافظه المسالمه، المحافظه التي لا تعاني ولا تتكلم الا في وقت اذا كانت مخلوقه بحاله طبيعه، يعني ليست كالمحافظات الاخرى والكل يعلم عنها. الان محافظه الحديده في كل يوم يعني الرعب يزداد فيها اكثر مما كانت، وصل بهم الامر الى ان يعتدوا على حرمات النساء لانهم اكثر محافظه لا تتكلم. ما الذي يجري ايضا في المحافظه؟ ما الذي يجري ايضا في المحافظه من قبل الحوثيين؟ يعني خط هناك امر اعظم من ان يتم اعتقال امراه من داخل بيتها تحمل الاطفال في عمر الزهور، وهي المراه بحد ذاتها لم تبلغ من كبر العمر، يعني في اي هناك جريمه اعظم من هذه الجريمه، بغض النظر عن هذه الجرائم يعني يتم اختطافهم الكثير من الناصحين الحقوقيين بدون اي سبب. أمة الرحمن، نعم بدون اي سبب. أمة الرحمن، هل هناك ربما تزامن بين قيام المقاومه الشعبيه بتضييق الخناق وقيامها بكمائن ضد الحوثيين وبين زياده سعار الهجوم وارتكاب مثل هذه الجرائم بحق المدنيين في محافظه الحديده، هل تزايدت في الفتره الاخيره مثل هذه الممارسات؟ لم افهم السؤال اخي، نعم في ذات التوقيت تقوم المقاومه الشعبيه في تهامه وايضا الجيش الوطني بتضييق الخناق عن الحوثيين، هل تتزامن مثل هذه الممارسات بقيام يعني ممارسات الحوثيين بقيام المقاومه بتضييق الخناق عليهم، هل زادت وتيره مثل هذه الممارسات من الحوثيين في الفتره الاخيره؟ الحوثيين هم كما عهدناهم من بداية ما بدأوا ودخلوا المحافظة على نفس الوتيرة على نفس الرعب الذي يهدمونه على هذه المحافظة المسالمة من قبل أن تبدأ المقاومة أي عمل. نعم. المقاومة إنما قامت من كثرة الخناق الذي عانت منه المحافظة. نعم. ولو أنها كانت ساكتة لزاد الخناق أكثر مما نحن فيه، فقط لأن المقاومة توجد وجدت في الحديدة وبشكل متواتر وبشكل متقطع، وإلا لو لكانت الجرائم أكبر مما نحن فيه الآن. نعم. فقط لأن الحوثيين الآن والميليشيات الحرة الأساسية كانت أكثر حساب قبل أن تقوم بأي عمل. لذلك نعم. نحن نماثل كل الأشخاص، كل الحرائر، نماثل الأحرار الحرائر في هذا العالم بأي دين، في أي حق تخطف امرأة، تخطف من بيتها، تنتقل سياسيا، في أي دين لديهم هؤلاء. إذا أشكرك. نعم. نناسب أهل القلوب الرحيمة، نحن أهل التهامة، المعروف علينا من سابق عهدنا أليان القلوب والمرأس أفئدة إلى أي بأي دين هؤلاء يقومون به، حقا العبارة لا أستطيع أن أكملها لما يعني نقص من حالة الرعب الذي نحن نعيش به، وقلت بأننا نحن نساء على أمن على أنفسنا بوجود وجود أناس يعني يتكلمون باسم الدين، أي دين يملكون؟ إذا هم حقيقة لا يستطيعون حماية هؤلاء النساء إذا نعم أشكرك جزيل الشكر. نعم أشكرك الناشطة الحقوقية أمة الرحمن، كنت معنا في آخر اتصال في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.